بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الشعب الجزائري، معكم الشيخ نعم الفنان تاع مدينة سيدي بلعباس، وراني تأثرت باش راني غادي ندير هاد لابتيت فيديو على الطفلة نهار اللي تقتلت هاد الأسبوع الماضي، وفريمون تأثرنا بها، وراني الناس سمعنا برا وراها الناس تهضر والناس تتكلم، يليق الإعدام، يليق تبقوا القصاص على هاد الناس اللي راهم يقتلوا الأطفال واللي يديروا الجرائم البشعة هذه، ورب العالمين سابق في علمه ويعرف على هذا القصاص، وما نتمنوش حنا نقلعوها بشر، عندنا حدود، حنا دولة مسلمة ولازم نطبقوا الإسلام جالم بين الإسلام على الأقل على هاد الناس اللي كيما هكا ترتكب هذه الجرائم، وحرام عليهم هذو اللي قتلوا هذه الطفلة وضيعوها كي من هكا، واش مصيرهم عند رب العالمين، واش مصيرهم في الدنيا. ورانا نطلبوا راه كيما وصلتني وصايا من عند الناس باش ندير هاد لا فيديو، نطلبوا من كل الشعب الجزائري هذه الجمعه يرفد فاتحه لهاد الناس باش يتظهروا ويبانوا ويبينهم رب العالمين، ويطلبوا فاتحه كل المساجد، وهذه راه على رقبه كل الائمه الجزائريين، هذه الجمعه ان شاء الله يرفدوا فاتحه في كل المساجد لهاد الناس اللي راح دير الجرائم، وهذا المجرم اللي قتل هاد الطفلة وحرم والديها منها وقطعها، ووالديها كي راهم يتفكروا كي هاد الطفلة ماتت مقطعة، وكيفاش ماتت وكيفاش حست بالموت. حرام عليكم، حرام حرام، هذا اللي دارها ما تهناش لا في دارة الدنيا لا في الآخرة. يا رب العالمين اطلبوا فاتحة يا عباد الله، اطلبوا فاتحة، رفضوا فاتحة هاد المسجد، هاد الجمعة، في كل المساجد الوطنية، وادعوا لهاد الناس ربي يكشفهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.